الماضية كان تدخل الماضي من جانب اللاعب اشرف يعني لنكن منتبهين لنكن حذرين من مثل هذه الاخطاء في الحصة الحظية باقي هذه مرة سالفة او ناحي كرة في منتصف ميدان السلامة لاعب سكينة اعراب الدوري كريزمان يا ديمبيلي من يضرب على لاعب كريزمان عملية ارتدت لكي نشوفها سابقا ما كانت في هذه المباراة مزراوي محاولة تفادي الركنية ولكن طارت إلى الركنية يعني يبدو لي بعد 34 دقيقة حتى الآن أنه بعض لاعبي المنتخب المغربي ما بقيناش متأثرين بدنيا تراكمات المباريات السابقة أثر عليهم بدنيا بشكل واضح حتى زايد خرج قدحيه بعض اللاعبين ليسوا في الطراوة في الفورمة البدنية اللي تسمح لهم بطبع الركعة الأولى وبمواصلة الدم والركض أكثر كما فعلوا أمام البرتغال وأمام المنتخب الإسباني لكن نتوسل خيرا في دقائق القادمة لكن صعبة لكن بعيدة تماما تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب المغربي والله إبراهيم نرفع القبعة لكل اللاعبين لماذا؟ على الدفع على كل معطيات لي ذكرت أنت تتكلم عن لاعبين منهكين لاعبين قاوموا كثير لاعبين ركزوا حتى بالأرقام والإحصائيات اللاعبين المنتخب المغربي من أكثر اللاعبين الذين ركزوا كثيرا في هذه البطولة خاصة لما تلعب مع إسبانيا التي تجيد الاستحواذ مباراة إسبانيا خذت الشيء الكثير بدنيا من لاعبي المنتخب المغربي وحتى في مباراة ذات مع ذلك لاعبين أقول لهم أيضا تحية وطبعا ننتظر الدقائق القادمة لماذا نحن حالمون ونحن متأملون في هذا المنتخب ونتوسم خيرا نقول يا رب إن شاء الله المنتخب المغربي يرجع في نتيجة المباراة هذه كرة أمامية مرور وأمين الشوامية لكن ما رأيت من باقي وصعات وانطلاقاته لأنه التحدي سيكون صعب اليوم يا أشرف يا ضاري أمام انطلاقات اللاعبي هنا كيليان مبابي ضاري سلم الكرة لمن يا ضاري 36 دقيقة على بداية المباراة 1-0 لفائدة المنتخب الفرنسي عن طريق تيرو هرنانديز لاعبي غريزمان ولمسه رائعه قتاليه من اجل ايصال الكره لمزراوي تمشي ناحيه اللاعب هنا ايصالها مسيري ولكن ضاعت رجعت مره اخرى فرنسيه ليس هناك خطا قاتل المرابط الحكام يقول ارتكبت خطا في حق اللاعب تشواميني وبالتالي ضربه حره لفائده المنتخب الفرنسي فرنسا لسادس مرة بالمناسبة في نصف نهائي كأس العالم هو متعود على التواجد في الأدوار النهائية مشاهدينا الكرام بينما الحدث الاستثنائي هو وصول المغرب إلى المربع الذهبي يا سلام على اليسار يا سلام على اليسار تسمع كلمة سير 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 وكل سيد المنتخب المغربي ما أجمل اللون الأحمر في مدرجات استاد البيت ما أجمل الجمال المغربية في استاد البيت هي كذلك نعم تحفظ النفس الرقم 12 والعنصر رقم 12 في هذه المباراة كرة في وسط الميدان وتجمع كذلك لكوندي كوندي إيفان نقل ناحية اللاعب كوناتي استلم كوناتي أشرف إيفان من جديد لكن سلمسي في بعض الأحيان نريد الدق على حال الكرة نريد طبعا إيقاع مدافعي المنتخب الفرنسي بالأخطاء بإمكاننا فعل ذلك خاصة مع وجود
كوراتي ريديو عبد الطبان كانوا في يده على مواجهة شكورة نبيع في تجاوي بيجيرو يقطع فرنسية حديد من شواميني يقطع عليه سوفيا دامارة رجعت مرة أخرى فرنسية على الطرف الأكثر ديو المعنس إيغرويس ترجي ناحية لاعب فران لمبيع فران سوفيانا مرام ممتازة لكن لا يلحق شوية حكيم يتركب الجهل ليديو إرنانديز كيليان مبابي هذا الاسم لاعبين في المرتبة كيليان مبابي واحد الواحد يقول ممتاز وبالتالي نفسية العددية مطلوبة لما توصل الكرة لكيليان مبابي في الطرف الأيسر الكرة في الوقت المناسب لأمريكا يقطع لي الكرة بعد ذلك نعم الكرة تخرج إلى ركنية أمادة في ضربة مرمى الإعادة الإعادة لأمريكا في التدخل الرائع أمام الأهلي بريسمان الحكم شافها الركنية اليوم دعوني أقول وسيتفق مع الجميع أعتقد سيتفق مع الجميع المنافس الأول اليوم بالنسبة للمغرب هو الإرهاق هو التعب هي الإصابات وليس المنتخب الفرنسي ستلعب من الركنية ورقم بسيطة خاصة لرايما كوراتي ورقم الجولة اليمين غريزمان يسعى لتنفيذ هذه الركنية غريزمان صوت ورا القامة غريزمان كوبر مرة جميلة انطلق على مستوى القائم الأول لكن حسن حتى الكرة مرة جانبية طبعا عندهم الخطورة